صاحب الجلالة الملك عبد الله، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين العام غوتيريس، أود في البداية أن أشكركم لإتاحة الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم في الأردن. الكثير قد حصل منذ أكتوبر الماضي عندما قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم مثل هذا المؤتمر، فالكثير من الأمور قد حصلت. فطبعا الإيو ولدت من الرماد في هذه المرحلة، وأيضا علينا أن نتعرف على ما هي المساعدات الإنسانية التي يجب أن نقدمها، وتأتي ضمن التعرف على أيضا دورنا وعلى مسؤولياتنا، وبهذا يعني بأن كل حياة هي تمثل الكثير. ولذلك من اليوم الأول قمنا بإدانة ما قامت به حماس في 7 أكتوبر، وأيضا قمنا بإدانة فقدان الحياة للغزيين ضمن أي ظرف من الظروف في غزة. أيها السيدات والسادة، فإن الاتحاد الأوروبي لديه أولويات 3: أولا إنهاء الحرب، وصول المساعدات، ومتابعة عملية السلام ومفاوضات السلام. ويجب علينا أن نتأكد في هذه المرحلة حماية كافة المدنيين بكافة المستويات، وعلينا أن نصل إلى مرحلة لإيقاف إطلاق النار الفوري، وأيضا إطلاق كافة سراح كافة الرهائن وأيضا المختطفين، وعلينا أيضا إنهاء العمليات العسكرية في رفح، وأن نلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية، ويجب أن تحترم بكافة تفاصيلها. وأيضا مرة أخرى علينا أن نبدأ طبعا كل ذلك من خلال احترام قرارات الأمم المتحدة. ثم بعد ذلك علينا أن نعبر عن مدى المأساة التي حصلت والكارثة التي حصلت وتحصل في غزة، وبأكثر من 37,000 فلسطيني تم قتلهم، وتم جرح أكثر من 85,000 فلسطيني في هذه المرحلة. هناك أكثر من 1,000,000 فلسطيني هم عرضة للتهجير القسري وإلى فقدان في الخدمات. طبعا الكثير من الأسر تم تشتيت، هناك الكثير من الأيتام وأيضا من الذين فقدوا السند الأسري، وكل من هؤلاء يمثل حياة، وكل من هؤلاء طبعا يجب أن يتم تقديم الدعم، وكل هذه المعاناة تحدث ضمن إطار ليس ببعيد من هنا 4 كيلومترات. أيها السيدات والسادة، لا يجب علينا أن ننسى الضفة الغربية، وأن أيضا أن ننبذ كافة أشكال العنف. أود أن أشكر الشركاء وخاصة الأردن ومصر لقيادتكم لهذه العملية، وأن نشكر الأمم المتحدة، وبأن هذه طبعا الأزمة، ونحن كاتحاد أوروبي قمنا بتوفير 800,000,000 يورو كمساعدات للفلسطينيين، وقمنا بتنسيق 2.3 طن من المواد والمساعدات المباشرة، وأن نمثل أو نثمن الدور الذي يلعبه المفوض. أيضا الأونروا أيها السيدات والسادة ليست منظمة إجرامية وليست منظمة إرهابية، وهي منظمة مهمة جدا. سوف نستمر بدعم مع أصحاب المصلحة في هذه العملية أيضا، وأن ندعم عملهم في إنقاذ الأرواح وتقديم الدعم في الكوارث الإنسانية. أيها الأصدقاء، إن أولويتنا هي عن المستقبل، مستقبل آمن وسلام آمن. ليس لدينا أي خيار سوى أن نذهب وننظر إلى المستقبل بطموح من خلال حل الدولتين، وأن هناك درس مستفاد هنا بأن السلام الآمن ليس في الأمن، السلام هو أفضل
دائما وأبدا وسيلة للإسرائيليين وإلى الفلسطينيين للعيش بأمان وبسلام. ونحن هنا يجب علينا أن نؤكد على دعمنا للسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة لأجل تقديم السلام وتقديم الأمان لشعوبهم. ونحن هنا نحن نتحدث أيضا عن إطلاق هذه المساعدات التي حجزت من قبل الإسرائيليين، لأن تستطيع هذه الدولة أن تقوم بتقديم هذه الدعم. نحن نلتزم بالقانون الدولي، ونلتزم أيضا بقانون محكمة العدل الدولية في هذه المرحلة. ولذلك نحن نؤمن الآن بدور أودنا روزفلت، والتي قالت بأنه ليس من الكافي التحدث عن السلام، ولكن يجب أن نؤمن به، ولا يكفي أن نؤمن به، ولكن يجب علينا أن نعمل لذلك. للإنسانية لا يوجد حدود، لا دين ولا لون وشكل. الإنسانية هي إنسانية بكل أشكالها، ولذلك من المهم جدا أن تعتمد على الاتحاد الأوروبي في هذه العملية. شكراً.